أيها الدار الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذه الجلسة الحوارية. كنستضيف فيها الشاب زكريا الهامل اللي هو سفير جمعية شباب من أجل حقوق الإنسان الدولية بالمغرب، اللي جاء في واحد المهمة اللي غادي نحاول ما أمكن أننا نعرفوا المهمة اللي جاء عليها وكيفاش كيأدي المهمة ديالو وكيفاش كيتعامل مع الشباب من أجل تحقيق المهمة ديالو. زكريا مرحبا بك. شكرا، بارك الله فيك. إذا أنت كسفير، باش نعرفوا السفير، ما معنى السفير ديال هذه الجمعية؟ صفة السفير هي واحد الصفة كتعطى الشباب أو الناشطين في أو دعاة السلام وحقوق الإنسان في العالم اللي كيقوموا بواحد المهمة في البلدان ديالهم. جمعية شباب من أجل حقوق الإنسان الدولية، وهي جمعية دولية تهدف إلى التربية على المبادئ العالمية لحقوق الإنسان وجعل من هؤلاء الشباب دعاة السلام والتسامح في العالم. طبعا الجمعية عندها حوالي 150 فرع في العالم وكتشتغل في عدة دول، ولها برنامج جد مهم في مجال التربية على المبادئ العالمية لحقوق الإنسان، وكتشرح واحد الشكل مبسط جدا وبطريقة ممتعة ل 30 ارتيكل اللي جا بهم لا ديكلاراسيون يونيفرسال ديال دوا دلوم. إذا في هذا الإطار لك ممكن بغينا ناخذ فكرة على هذا العمل وهذا النشاط ديالك، خاصة أننا شفناكم مؤخرا في وجدة، راكم جيتوا ودرتوا شي أنشطة ومعكم يعني الناس اللي حاضرين من هذه الجمعية يمكن من خارج الوطن. اشتغلت مع هذه الجمعية من حوالي 2008 حتى لدابا. الجمعية الأم اللي كاينة في لوس أنجلوس قررت أنها كترسل واحد الفريق احترافي، واحد بروفيشنال تيم للمغرب باش أنهم يوثقوا بجميع الأنشطة ديالهم اللي تندار في المغرب كامل، يعني من 2010 لدابا. هذه فرصة أنهم يوثقوا واحد شريط وثائقي على العمل ديال الجمعية تاعهم في المغرب كسفير، باش تخرج في واحد الوثائق اللي غادي تعرض في الأمم المتحدة في شهر جوان المقبل إن شاء الله. إذا كنشوفوا قدامنا واحد مجموعة من الوثائق، واش هذه الوثائق شنو كتعني بالضبط؟ هاد الوثائق هادو سميتهم هادو لي بوكليت اللي كيشرحوا فيهم لا ديكلاراسيون يونيفرسال ديال دوا دلوم. كما كتشوف هنايا كاين لو برومي ارتيكل لو سون توس ني ليبري ايغو، اللي هما نحن كنا لازدادونا متساوون واحرار، اللي جا بهم طبعا يعني عامل حقوق الانسان. كاين البوكليت مثلا هنا في العنوان بعدا يعني حقوق حقوق الانسان اشنو هي؟ اشنو هي؟ خصو بنادم يعرف شنو هي حقوق الانسان. وهذو البوكليت كيشرح فيهم يعني بطريقه مبسطه جدا. وهذه انا كنعتبر جمعيه شباب اجل حقوق الانسان الدوليه هي اول جمعيه وافضل جمعيه كتقوم بالتربيه على حقوق الانسان بواحد الشكل ممتع، نقولوا ويز فان بالنسبه للشباب والشباب اليافعين والاطفال. طبعا وهذو ودي لهم هكا باش هما فوالا. هذه فيها مثلا لي ديجين بون دو واتلوم، كاين فيها فيها لو سي دي اللي كنشرح فيهم الاطفال، يشرحوا فيهم تخوت ارتيكل فار لي دو واتلوم اون رياليتي. وحنا بغينا نشعلوا هذه ثقافه حقوق الانسان المواطنه واحد الحقيقه في الواقع المغربي ان شاء الله، واحد البلد يحتذى به لدى لدى لدى, لدى الشباب العالمي. طبعا كما كتشوفوا هنا هذه القمه اللي كتندار في نيويورك كتنظمها الجمعيه نتاعنا، وكانت القمه هذه منذ عامين تنظمت بشراكه مع البعثه الدائمه ديال المغرب في الشيخ عمر هلال. مزيان. اذا هاد الوثائق كامله واش كتوزعوها ولا كتوزعوها في بعض الانشطه؟ يعني كيفاش كتواصلوا مع الشباب؟ واش غير كتكتشفوا غير بهذا الشيء ولا كاين امور اخرى؟ لا، كاين امور اخرى. هذا سؤال جيد كنشكر عليه استاذ بنداحه. هذا البرنامج هذا كيموجه الى المدارس الخصوصيه او المدارس العامه، وكيتم خلق نوادي حقوق الانسان في المؤسسه بشراكه مع جمعيه شباب اجل حقوق الانسان الدوليه. ومؤخرا درنا ورشه في سيمينار درناه في وطن اسليكوف، حضروا له حوالي 120 استاذ واستاذه من تعليم خصوصي، وتم توقيع اتفاقيه شراكه ما بين جمعيه شباب اجل حقوق الانسان الدوليه واتحاد التعليم الخاص والحر بالمنطقه الشرقيه في شخص الاستاذ فوزي. وهذا البرنامج ليس فقط للمدارس، هو مخصص كذلك الجمعيه الحقوقيه، الجمعيه الشبابيه، جمعيه المهتمه بالمراه والطفل. كنقول انا بالله البرنامج هو يعني هو متاح للجميع، سواء كان اباء اطفال شباب، ولكن خاصه مركزين على النشء يعني على الاخر باش يكون تربيه الاطفال وتربيه الشباب على حقوق الانسان. اكزاكتلي. وحنا كنامنوا بان الاطفال هما لو فيتور جينيراسيون اللي غادي ان شاء الله يكونوا في لي جون ليدر اللي غادي يكونوا في المغرب ان شاء الله. اذا سي زكريا، شكرا على هذه الفرصه انك تحط لنا فرصة باش ممكن تكونوا معاك ونعرفوا كذلك المجهود اللي كديروه، العمل اللي كديروه. إذا كان ممكن لك واحد الكلمة ختامية. كلمة ختامية، شكر جزيل للأستاذ مداحة، شكر جزيل. هو كان أول شخص
منذ بداية المسيرة ديالنا في العمل الجمعي في المغرب كان كرمني في مجلس العمالة كان دار سبتي، كان أول تكريم قام به، أول تشجيع ليا في الناس الفاعلين الجمعويين والصحفيين في المنطقة الشرقية. قال لك من لا يشكر الناس يشكر، من لا يشكر الله يشكر الناس. هذا شكر جاهلي وشكر جاهلية الجاسور وشكر خاص لكم أستاذ مداح. أشكرك لك وتوفيق. الله يبارك فيك.